كاتيا وإسراء، يعطيهم ألف ألف عافية على الفقرات الجميلة والمتنوعة اللي قدموها. وهلأ بدنا نتحدث عن بطولة مهمة جدا نظمتها آيلا للغولف، نحكي عنها أكثر وأكثر، وهي بطولة الشركات. نشوف الفوتج وأيضا نحكي الخبر بشكل مفصل. إذا استضافت شركة واحد آيلا للتطوير أكيد بطولة الشركات، هاي البطولة اللي استضافها نادي آيلا للغولف خلال إجازة الأسبوع الحالي. تحدي الشركات بتكون هذا التحدي من مباريتين خلال العام، وبيمتد هذا التحدي ليومين بكل مباراة، وتتنافس الشركات من خلال أفرقتها على الفوز بكأس بطولة تحدي الشركات. وبيبلغ عدد المشاركين بالتحدي تقريبا 28 لاعب بيمثلوا 8 شركات عالمية ومحلية كبرى. بتوفر آيلا طبعا منظومة متكاملة لرياضة الغولف ذات التصنيف العالمي، وبتشمل ملعب 18 حفرة ومعدل 72 ضربة من تصميم المصمم العالمي الشهير غريغ نورمان، والمتناغم طبعا مع البيئة الفريدة والجميلة لآيلا من حيث الشواطئ والمناظر والتعليم، مع ملعب 9 حفر منار ليلا. ولآيلا سجل مميز باستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى مثل بطولة الأردن المختلطة للغولف، اللي تعد أيضا أول بطولة عالمية مختلطة في هاي الرياضة، بالإضافة للبطولة العربية وجولات المينا تورز، الرحلة إلى الأردن، وهي بطولات شهدت مشاركات أفضل محترفي اللعبة حول العالم خلال الفترة الماضية. إذن كل التوفيق للشركات، والنتائج هلأ عم بتكون يمكن بتنزل. وأيضا بدي أحكي خبر سريع جدا عن البطولة العربية المفتوحة. بدي أوجه تحياتي بداية لشركة واحد آيلا، وأيضا بدي أوجه تحياتي لاتحادنا الأردني للغولف، و14 دولة بتأكد مشاركتها بالنسخة 33 من بطولة الأردن المفتوحة للغولف الشهر القادم. إذن يعطيهم ألف عافية. النتائج لسه ما وصلتني، بلكي آخر البرنامج بتوصل، وأكيد بنحكيها على الهواء بهذا التحدي بين الشركات ب 28 لاعب و 8 شركات محلية وعالمية كبرى. على طول هلأ ننتقل لقطر للزميل أحمد الخلايلة. طيب وين نروح؟ طيب خلينا مع فاصل آيلا مرة تانية وراجعين، خليكم معنا.